صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفالوكس تي زد. هذا الفيديو كنت نصبراتو انايا باش نحطو مع رمضان، مي الله غالب ربي ما كتبلوش، وحتى لدروك ان شاء الله وراح نتقاسمو معاكم مع عيد الاضحى المبارك. على بالي بلي راح بزاف تستفادوا منه، وهي طريقتي اون في طالب شي طريقتي انا، مش انا اللي اخترعتها، هذه طريقه جدادنا وكانت جداتي هي اللي تستعملها بزاف وعلمتها لنا، وبقينا كل مناسبة سواء تاع العولة سواء تاع رمضان سواء تاع العيد الأضحى نستعملوا هذه الطريقة باش نحضروا التوابل وباش نخزنوهم وباش يبقاو لنا مدة طويلة بلا ما يتعفنوا لنا، بلا ما تروح ريحتهم، بلا ما تروح بنتهم، حاجة روعة. أولا أول حاجة أنا هنا خديت التوابل اللي راح نحتاجها هاد الماما، ولا اللي نحتاجوها سوفون، اللي هي القصبر، كروية، كمون، فلفل أسود وحبة حلاوة، وراح ننظفهم كل واحدة وحدها ونحي منهم هذيك الأوساخ اللي تكون فيهم. من بعد راح نرجع كل واحدة ننظفها، نرجعها الكيس تاعها باش نشوفوا كيفاش راح نتعاملوا معاهم. فوالا انا هنايا بعد ما نظفتهم، فوالا شوفوا هذه مالغري كمية صغيرة، مي شوفوا واش خرج منها. هنايا بعد ما رجعتهم راح ناخذ الصفايه هذه، وراح كل وحده نغسلها بياكم الفوسط، غادي نغسل حتى الماء تاعها يبقى ينزل صافي يعني. و او ميم طون راح نشعل على الفور تاعي على اقصى درجه، راح نشعل عليه ونخليه يسخن. من بعد راح بعد ما نشلل هاد لي زيبيس، راح هنا غادي نشل القصبر، راح نشل الكرويه، ومن بعد نشل الاخرين، كل وحده راح نشللها وراح نحطها في البلا نتاعها اللي يدخل للفور، راح نفرشها هكذا. من بعد راكم تشوفوا كيفاش راها مشمخه. من بعد راح نطفي على الفور تاعي بعد ما تاكدت انه سخون تري تري بيان، راح نطفي عليه وراح ندخل هاد البلاطويات تاعو، راح ندخلهم فيه ونخليهم ليله كامله حتى يعني يبرد عليهم الفوق، ونتاكد باللي تحمصوا تري تري بيان. بهذه الطريقه راح اكدوا باللي راهم نضاف، والحاجه الثانيه راح نتاكدوا باللي النكهه نتاعهم كامل راح تستخرج، يعني راح ناكلوا لي زيبيس على حقهم. الا شفتوا الا الغدا من داك شفتوا باللي لي زيبيس تاعكم مازالهم شويه مندين، عاودوا خرجوهم، شعلوا الفور، خلوه يسخن مليح مليح، عاودوا دخلوهم في الفور وخلوهم وطفوا عليه الفور وخلوهم ينشفوا تما. فوالا بعد ما خرجتهم راكم تشوفوا كيفاش الغدا من داك، راكم تشوفوا كيفاش تحمصوا لي واحد الريحه ما نحكي لكمش حتى تجربوها، وراني عارفه ما راحش تستعملوا ما راحش تعتمدوا طريقه اخرى في لي زيبيس. ما ننصحكمش باش تحمصوهم فوق وهما ناشفين فوق طاجين ولا فوق مقله، ما راحينش يعطيكم ريزولطا كيما راح يعطيها لكم هذه الطريقه. انا هنايا راح ناخذ بالكميه اللي نحتاجها، اللي بقى راح نرجعوا في ساشي وبيان في بلاره وراح نخبيه يقعدوا عام كامل. والكميه اللي نطحنها الكميه الصغيره اللي راح نطحنها سواء نطحنها وحدها سواء نستعملها راس الحانوت، هاد الكميه راح تكفيني وراح نستعمل منها راس مغرفه، صدقوني راح تعطيني بنه هايله. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاعي راه الطريقه هذه تنفعكم وتجربوها، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.